السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، هو دلوقتي لو في واحد بيصلي إمام وفي خلفه ناس لا تحب، شخص يصلي إمام خلفه ناس لا تحبه، شخص لا يحبه يعني، فحكمه؟ أولا حديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا منهم رجل أما الناس هم له كارهون لا يثبت سنده، لكن في حال حتى ثبوت السند لازم يكون الكراهة لا وجه شرعي، يعني هب أنهم كرهوا الإمام لأنه يقيم السنة، كراهيتهم ليس لها اعتبار، أهب أنهم قرأوا كرهوا الإمام لأنهم صوفية وهو إمام موحد ليس لكراهتهم اعتبار. شكرا لك.